محمد الحياني، قصة الأشواق والقناعة. ولد محمد الحياني بحي كارتون سنة 1947 قبل أن تنتقل أسرته إلى درب بوشنتوف بعد سنوات قصيرة. انتقل محمد الحياني رفقة أخيه مصطفى للاستقرار بالعيش بحي أجدال عند أختهم الكبيرة فاطمة. انجذب إلى الغناء وانقطع عن الدراسة في مرحلة الإعدادي، وساعدته أخته إلى الدخول للمعهد الموسيقي رغم معارضة والده. تلقى أصول العزف على آلة العود في المعهد وتعلم أصول الغناء. التحق بالإذاعة الوطنية بعد اجتياز مباراة بقسم الموسيقى سنة 1964 في كورال الجوق الوطني. أول أغنية غياب الحبيب للزجال علي الحداني، ثم أغنية برد وسخون مع حسن القضميري وعبد القادر وهبي. توج مساره بأغنية راحلة سنة 1970 ولقاؤه الكبير مع الملحن عبد السلام عامر، وكانت هنا نقطة التحول سنة 1968. قدم فيلمه دموع الندم في أواخر السبعينات مع حمادي عمر وحبيبة المذكور. لقي الفيلم نجاحا وانقطع النظير لعدة اعتبارات. بعد وفاة رفيق دربه الملحن عبد السلام عامر، فكر في الاعتزال وتوقف عن الغناء، وبإلحاح من عائلته عاد سنة 1991. تقول ابنته حسناء أنه كان زاهدا في الحياة، لم ينسق وراء المال والشهرة. للملك الحسن الثاني علاقة خاصة به، سماه عندليب المغرب وكان معجبا به، وكثيرا ما ردد معه أغانيه. من سمى ابنة محمد الحياني حسناء، وكان الحسن الثاني يهتم به كثيرا. مع مطلع التسعينيات بدأت صحة محمد الحياني في التدهور، وتكلف الحسن الثاني بالفحوصات الطبية داخل المغرب وفرنسا. في 23 أكتوبر 1996 وعن عمر يناهز 49 عاما، أعلنت وفاة محمد الحياني. حين سمع الحسن الثاني خبر الوفاة قال: مات ابني، وتكلف بمراسم الدفن. يقول علي الحداني: لم تتكرر نسخة تشبه الحياني المتميز بهدوئه وأناقته وانتقائه المتميز للأغاني الرفيعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.